الآن ندعونا نلقي نظرة على النص. تعجبني أكلام الرصاص عندكم. هل يمكنك أن تقدم لي فكرة عامة عنها؟ بكل سرور. إن تاريخ إنتاج قلم الرصاص عندنا يعود إلى عشرات السنين، كما أن أنواعه متعددة وجودة كل نوع ممتازة. ويتمتع بشهرة كبيرة في الأسواق الدولية. لذلك نصدر كل سنة كمية ضخمة من أقلام الرصاص إلى أنحاء العالم. هل من الممكن أن أعرف منك طريقة التعبئة؟ من عادتنا أن نضع كل درزا في علبة صغيرة. وكل قروصة أي 12 درزا نضعها في علبة كبيرة. ونضع في كرتونا 10 قرصان. يعني أن في كل كرتونة 144 درزاً. 144 درزاً أو 1728 قلماً. 1728 قلماً. كما يمكن أن نغير طريقة التعبئة هذه حسب طلب الزبائن. أرى أن مثل هذه التعبئة صارحة لبيعنا بالجملة. وهذا ما نريد. هناك سؤال آخر. هل يمكن أن يكون شحن بالحاويات إلى دبي؟ عفوا، دائما ما نشحن مثل هذه البضاعة بدون الحاوية. لماذا؟ ألا تظن أن شحن هذه البضاعة بهذه الطريقة سيكون أكثر سلامة؟ لكن تعرف أن شحن بالكونتينر سيزيد نفقات بسبب إيجار إذا شحن بضاعة بهذه الطريقة. وتصدر هذه البضاعة منذ سنوات بكرتون المقوي، ولم يحدث أي شيء لا يرضى زبائننا.
فأرجو أن تكون مطمئنة. دعني أدرس هذا الموضوع، سأتصل بك غدا. نحن بانتظار جوابكم، وأرجو أن تطرر بسرعة، لأن البضاعة عندنا لم تبق بكمية كبيرة. والطلبيات كالمرصات تأتي إلينا من الزبائن بصورة متزايدة. طيب، سأعطيك جوابا غدا بكل تأكيد. إذن نراكم غدا. مع السلامة. هناك مثال عن شركتنا. التعبئة والتغليف مهمة جدا في التسويق، وفي الماضي كانت السلع والمنتجات في الصين التعبئة الخارجية والتغليف الداخلية منها ليست جميلة بالمقارنة إلى تعبئة المنتجات من المصادر الأخرى. والآن قد أصبحت التعبئة للمنتجات الصينية جميلة. 我说中文，你们说阿拉伯语。现在开始。 现在我说一下参考答案. الآن دعني أتحدث عن الجواب المرجعي. تأسست شركتنا منذ أكثر من 30 عاما. إننا ننتج عددا كبيرا من أقلام الرصاص كل عام. منتجاتنا تباع في جميع أنحاء العالم. يقبل المستهلكون إقبالا شديدا على منتجاتنا. نستورد عددا كبيرا من أقلام الرصاص من دول أخرى في آسيا كل عام، مثلا من سنغافور وماليزيا وتايلاند وأماكن أخرى. قبل 3 سنوات استوردنا جميع أنواع القلم الرصاص من الصين. نعتقد أن أقلام الرصاص الصينية ذات نوعية جيدة. وإلا التعبئة ليست مناسبة للبيع. لذلك نريد التحدث عن التعبئة والتغليف. تم تحسين تغليف أقلام الرصاص التي تنتجها شركتنا بشكل كبير في السنوات الأخيرة. تحظى بشعبية كبيرة بين المستهلكين في السوق المحلية والخارجية. من أجل سهولة البيع، نود أن تأتي كل دزينة من أقلام الرصاص في علبة ورقية صغيرة.
من أكلام الرصاص في علبة ورقية صغيرة، ثم نضع 12 تزينة في الكرتون الورقية مقوي، ثم نضع 12 تزينة في الكرتون الورقية المقوي. أخيرا نشحنها بالحاويات. نتمنى أن تكون تعبئة الأقلام الرصاصية لشركتنا مقبولة من قبل المستهلكين في بلدنا. نتمنى أن تكون تعبئة الأقلام الرصاصية لشركتنا مقبولة من قبل المستهلكين في بلدنا. نتمنى أن تكون تعبئة الأقلام الرصاصية لشركتكم تحظى في أعجاب المستهلكين في أسواقنا في بلدنا. نتمنى أن تكون تعبئة الأقلام الرصاصية لشركتنا تحظى في أعجاب المستهلكين في أسواقنا في بلدنا. تأسست شركتنا قبل 20 سنة. كانت عبارة عن شركة صغيرة تصنع أقلام الرصاص وأقلام خبر الجاف. كان حجم الشركة صغيرة جدا. أما الآن فقد أصبحت شركتنا كبيرة، فتزداد كمية المنتجات في هذه السنة بعد أخرى. فتزداد كمية المنتجات في هذه السنة بعد الأخرى. بدأت منتجاتنا بيعها في أنحاء العالم، ونصدرها بشكل رئيسي إلى أسواق الشرق الأوسط وإلى أفريقيا وإلى دول آسيوية. قد وجدت أقلام الرصاص والمنتجات الأخرى لشركتنا إقبالا وترحيبا عظيمين من قبل المستهلكين في تلك الأسواق. ومع ذلك فبدأنا تحسين التعبئة الخارجية لمنتجاتنا منذ سنتين آخرتين، لأن التلاميذ في المدارس الابتدائية والإعدادية تعجبهم كثيرا الألوان الخارجية للأقلام. لأن التلاميذ في المدارس الابتدائية والإعدادية تعجبهم كثيرا الألوان الخارجية للأقلام. إلى جانب ذلك بدأنا نهتم بالتعبئة الخارجية، ونضع كل 12 قلما في كيس واحد، ونضع كل 10 تزيينات من الأكياس في علبة ورقية صغيرة، ثم نضع 20 علبة صغيرة في كرتون مقوي، ثم تشحن هذه المنتجات بالحاويات. أظن أن التعبئة الخارجية بالعلبة الورقية غير صالحة للتسويق المباشرة. أظن أن التعبئة الخارجية بالعلبة الورقية غير صالحة للتسويق المباشرة. قد قمنا بتصميم جديد مع علبة خشبية. قد قمنا بالتصميم الجديد مع علبة الخشبية، ولكنها ليست خشبية 100%، إنما هي ممزوجة من الورق والخشب. إنما هي ممزوجة من الورق والخشب، ولكنها أقوى بكثير من العلبة الورقية التي كنا
نستخدمها في الماضي، ولكنها أقوى بكثير من العربة الورقية التي كنا نستخدمها في الماضي. على كل حال، قد أصبحت هذه التعبئة الخارجية ترحيبا كبيرا من قبل المستهلكين الصغار. على كل حال، قد أصبحت هذه التعبئة الخارجية ترحيبا كبيرا من قبل المستهلكين الصغار. وخير دليل على ذلك أن كمية الطلبات تزداد من كل سوق. تحدثنا قبل قليل أن يشحنوا بالهوية، فالشحن بالهوية يزيد من نفقات الشحن ونفقات الصفقة. وعلى رغم من ذلك، عزمنا أن يكون الشحن في الحاويات، لأنها هذه الطريقة ستضمن سلامة وصول بضاعة أكثر. كلامك صحيح. الحصة الثانية، التفاوض على شروط تغليف الدجاج المثلج. تصدير الدجاج المثلج غير الحين إلى الخارج. لابد أن يكون الدجاج المثلج مثلجا جيدا. هذا أمر طبيعي، نعرف هذا الحال جميعا. بعد التثليج تشحن لحوم الدجاج إلى خارج الصين، فنجد عددا كبيرا من الشركات الصينية لحوم الدجاج والخروف إلى البلاد العربية. هل يمكن أن تعطيني فكرة عامة عن هذه البضاعة؟ إن شركتنا شركة مشتركة مع إحدى الشركات الأجنبية، تنتج الدجاج الصالحة لاستهلاك سكان البلدان العربية المذبوح بالطريقة الإسلامية، ويتم تسريج الدجاج فور الذبح. هل أستطيع أن أعرف عن تعبئتي؟ نضع كل دجاجة مذبوحة في كيس بلاستيكي صغير، وكل 20 دجاج في كرتونة واحدة. إن تعبئتكم هذه غير ملائمة للتسويق المباشرة في بلدنا. إن تعبئتكم هذه غير ملائمة للتسويق المباشرة في بلدنا. فمن الأفضل أن وضع كل دجاجة في كيس صغيرة، وكل 6 دجاجات في كيس كبيرة، ثم كل درزن في كرتون. وهذه التعبئة تستعملها المصادر الأخرى التي تصدر الدجاج إلى بلدنا. وهذه التعبئة تستعملها المصادر الأخرى التي تصدر الدجاج إلى بلدنا، لأنها صالحة للبيع المباشرة. دائما ما نحرص على مصالح الزبائن والمستهلكين. يمكن أن نغير تعبئتنا حسب ملاحظاتكم. يمكن أن نغير تعبئتنا حسب ملاحظاتكم. فلا مشكلة لدينا في تغيير طريقة التعبئة، غير أن سعر الدجاج سيرتفع قليلا بسبب زيادة تكاليف
مواد تعبئة، غير أن سعر الدجاج سيرتفع قليلا بسبب زيادة تكاليف مواد التعبئة. على كل حال نتمنى أن هذا سعر معقول. هذا الأمر معروف طبيعي. هناك شيء آخر أريد أن أعرفه، كيف يتم شحن الدجاج المثلج عندكم؟ ونشحنه بالحاوية في العنابر المبردة بالبحر. أريد أن أشتري 10 حاوية من هذا الدجاج المثلج، ولكن ليس في مرة واحدة بل في حدود نصف سنة، ونرجو أن تسلمها في أواخر مايو. إذا كان بإمكانك إصدار خطاب الاعتماد بنهاية شهر مارس، إذا كان بإمكانك إصدار خطاب الاعتماد بنهاية شهر مارس، سنقوم بترتيب الإنتاج على الفور وتربية الشحن في نهاية أبريل. سنقوم بترتيب الإنتاج على الفور وتربية الشحن في نهاية أبريل. يجب أن يصلها في نهاية مايو دون أي مشكلة. 现在请同学们表演这段对话。 ما رأيك أن نناقش موضوع تعبئة الكروموسوم الرجالية؟ لدينا شكل معين لتعبئة الملابس بالنسبة إلى الكروموسوم الرجالية. لدينا شكل معين لتعبئة الملابس بالنسبة إلى الكروموسوم الرجالية. فنضع كل قطعة الكروموسوم في الكيس. هكذا يسهل على الزبون تسويقها مباشرة. هل التعبئة الخارجية جميلة؟ سوف يحبها الزبائن إذا كان شكل التعبئة الخارجية جميلة، وإلا فسينفر الزبائن، فيمكنه جذب الزبائن لشراء المنتجات. كلامك صحيح. لقد بدأنا في الاهتمام بالتعبئة الداخلية والخارجية للبضائع. في الوقت نفسه نولي المزيد من الاهتمام لجودة البضائع. بحيث تكون منتجاتنا قادرة على المنافسة دوليا. يعني نهتم دائما بهذه النقطة. فلذلك أصبح شكل تعبئتنا جميلا، رائعا، خارجيا، مع الاحتفاظ بنوعية البضاعة داخليا. حتى تكون لها قوة المنافسة في الأسواق الدولية. أريد أن أعرف كيف تعبئة الخارجية. نضع كل درزا في كيس أكبر.
وكل 10 أكياس توضع في الكرتون. وزن كل كرتون حوالي 20 كيلو غراما، لأن كراتين غير متينة ولا تتحمل الضغط الكبير. هل يمكن تبديل الصناديق الخشبية بالكراتين الورقية؟ الكرتون وزنه خفيف نسبيا، فهو سهل النقل. إلى جانب ذلك، فإن كراتين ترص في الجانب، والصناديق توضع في جانب آخر، ولا يختلط وضعهما في مكان واحد، مع أن كل كرتون يشد برباط. والقمصان لا تكسر. لا تقلق، فليس هناك مشكلة، صدقنا. إننا نصدر إلى الأسواق من الشرق الأوسط كل موسم كمية هائلة، مبلغها تفوق 1,000,000 أمريكية دولار. إذا أصررتم على تغيير الكرتون فسنعمل حسب طلبكم، ولكن تكاليف مواد التعبئة سترتفع، أي سنزيد تكاليف الصناديق الخشبية على سعر بضاعة، وكذلك سيكون موعد التسليم متأخرا. نحن بانتظار ردكم. الآن هناك مثال على التفاوض بين الصين والعربية. جاء الوفد الأردني إلى الصين لشراء القمصان الرجالية. اسم الوفد هو جمعية تعاونية الاستهلاكية. اسم شركتنا هنا هو المندوب بشركة شانغهاي للملابس. 现在请同学们表演这段对话。